يا ابراهيم احنا نصنا بيتحقق معاه والنص التاني في المستشفيات، وانا وحضرتك بنتخانق مع بعض. هما بعتوا لك في امن الدوله ليه؟ عشان اخرجكم. باعتبارك مين؟ باعتبار الواجهه اللي انتوا بتداروا فيها، او باعتبار الراجل اللي بيحاول يحافظ على اسم الجماعه في كل جامعات مصر، او بصفتي اكبركم. ايوه بس انت المفروض الادان. ايوه بس الادان. طب ولين انت يا غالي ايه رايك؟ اللي انت تؤمر بيه اعتبره امر نفس، بس قول لي مين اللي معزوم؟ بص يا ستي، مبدئيا الحاج توفيق والحاجه ومحمد ومديحه اختي وحبشي خطيبها وفتحي وبدري. في حاجه حصلت كده عايزه اقول لك عليها. ايه اللي حصل؟ لا عايزين نتكلم جد بقى. جد دمنا هيبقى تقيل قوي. احنا مجربناش الجد عشان نعرف دمنا هيبقى تقيل ولا خفيف. طب ايه اللي حصل كده؟ لا مش للدرجه دي، مش جد. قولي. يوم الفرح في احساس كده جالي، انا هقول لك عليه وانت قولي صح ولا غلط. قولي. دي فرصه راح يعرف احساسك. لما جه اخوك فتحي برجلنا وكان معاه طنط بدريه. بس انت قلت لها كده؟ قلت ايه؟ طنط بدريه؟ اه غلط؟ هو ده اللي انت كنت عايزه تقوله لي؟ ها؟ اه غلط صح؟ مالك؟ طبعا وشها اتقلب بعد الجمله دي صح؟ اه ما هو انا عشان كده حاسه ان انا قلت حاجه غلط. كده تبقى اتحلت، واتحلت على ايديك كمان، وانا جوزك وانت مراتي، يعني في الاخر الفضل هيرجع لي. انا مش فاهمه حاجه خالص، يعني انا اعمل ايه؟ اعملي اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. سميحه اهلا يا نانا. اهلا بيك يا اختي. ازيك يا احمد؟ ايوه كده انا قلت نسيتك. لا ما اقدرش. اما مالكيش حق يا سميحه. كده برضو يا نانا يعني ارجع؟ لا يا حبيبتي مش قصدي، بس في واحده تخرج بعد صباحيتها بيومين. وحشتيني يا نانا، قلت اجي اشوف. ان شاء الله ما تشوفي وحش. بطاريه جوه، ادخلي سلمي عليها. حاضر. مساء الخير يا قمر. عارفه انا اول ما شفتك يا بدريه، واسمحي لي كده اقول لك بدريه من غير القاب، عارفه ليه؟ ليه بقى؟ عشان حسيت اننا سن بعض، ويمكن انتي اصغر كمان، واتمنيت لو جبت بنوته تبقى شبهك واسميها على اسمك كمان. تعالي يا بنت في حضني. انا جاي اعزمك على الغدا عندنا بكره. من عينيا يا اختي والنبي عسل. ايه الحكايه؟ ايه الحب ده كله؟ انا ابن جنيه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والبحر ده كله مين اللي هياكل؟ كل بقى الف هنا وشفا حاج وعوم كمان. الله يهنيك، وانا عايز اعوم بس مش عارف ابدا منين ولا منين. يا سيدي انا اقول لك تبدا ازاي. ابدا ازازه كده. ماشي. وكابوريايا. نعمل يا عم احمد. وهتيجي لوحدها. عم حبشي. قول يا معلم. الله 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 الله. ايه؟ المرة دي بصيت على مرات مين؟ قول لي صحيح. ايه؟ هو انت لما شفتني انا ببص على حسنية كنت طالع تقول لابويا؟ يا خسارة. انا كنت فاكرك انصح من كده. اسمع بيت كلامي بس. اتفضل. ولا كنت جاي تبص على حبيبتي القلب مديحة؟ لا هو بسرعة انتوا كنتوا بتعملوا منبار حلو قوي. نفسي اعرف انتوا بتوشوشوا بعض في ايه بالظبط. اقولك يا حاج المشوي ده بقى يا احمد قايل في الاكل. اسكت بقى، ما صدقنا خليها رسمي. ما دي حوارات. هو ايه اللي حصل يا مديحه؟ اصل حبشي اتخض لبس طبق الرز. الحمد لله انه رز. خدي دي مني بقى. وفيها بقى سميحة؟ قول انت عمالة تفصصيلي وتأكليني من الصبح. وهفصص لمين وأكل مين أحسن مني؟ تعيش يا حبيبتي. أما العباية دي حلوة عليكي بشكل. عجباكي؟ ما نكرش إنها عجباني، بس مش معنى إنها حلوة عليكي إنها هتبقى حلوة عليا. اخصى عليكي ما تقوليش كده، ده انت قمر، كل حاجة وأي حاجة بتليق عليكي. ليكي عندي هدية هتعجبك موت. تعيشي يا بدرية. إيه يا نينا؟ ما بتاكليش ليه؟ ده حتى السمك خفيف. شبعتي يا حبيبتي. وكفايه النظره لوشك السمح ده تشبع على طول. رايحه فين؟ بتعملي ايه يا مديح؟ هودي الطبق. والله ما حد هيوديه غيري، دي حتى تبقى عيبه، يعني صاحبه العزومه قاعده وانت اللي تودي الطبق. يلا اقعدي كملي اكلك. اقعدي. ماشي. ونعم التربيه يا اختي. ان شاء الله تعيشي يا حاجه، ان شاء الله تعيشي. ابوك الحاج وعمك شايشه خلاص سافروا. ما بيني وبينك السمك حلال النوم، واحنا هنقلنا الشاي اهو. حبشي سيبهولي انا نضفه ونخش انت داخل الشاي. ماشي بس ما تكوش انا بلبسه كده. تعبك. لا ده انتوا مش عايزين شاي، عايزين بطاطين عشان النوم ده. تسلم يا دي. الله يخليك. نخدمك في الافراح. الله يخليك.
احكي لي بقى. امال فتحي فين؟ في الحمام. احكي لي بقى قبل ما يجي. احكي لك ايه؟ المعارض اخبارها ايه؟ يعني المعارض واقفه شويه، في هدنه، عندنا مشكله بس ان شاء الله هتتحل، ما تقلقش. وهنبقى كبير وش بقرش بوش بوش. في عيب منك ليه؟ بتتفقوا على ايه؟ عليك. والنبي يا فتحي انا كنت ظلماه، طلعت بنت حلال قوي. عشان تعرفي بس اللي انت متسرعه يا بدريه وروحك في مناخيرك. الصبر، الصبر طعمه حلو قوي يا بدر. طب ايه رايك في الشال الحرير ده؟ على حسب، هتدي لمين؟ لسميحه. هي وصلت للحرير كمان؟ يوه، والذهب كمان وحياتك. ما شاء الله، ذهب. وعينيا كمان لو طلب، ما انا ما نقطهاش. طب مش واجب يعني نرد لهم العزومه؟ وهنعزمهم فين بقى ان شاء الله؟ ده احنا حيلا ضيوف، لو مش عند ابوك يبقى عند ابويا. مش واجب يبقى عندنا شقه باسمنا؟ على الاقل لما نتعزم نلاقي حته نرد فيها العزومه، وبدل ما العيال في حته واحنا في حته، اهو نتلم كلنا في حته واحده. هو يعني احنا كل اللي معانا قد ايه يا بدريه عشان نحطهم في شقه؟ لا هو انت هتبقى اول واحد تعمل كده؟ ما هو كل اللي بيسافروا بياكلوا ويشربوا هناك ويبيعوا ويشتروا هنا، وهي في الاخر شقه وفلوس مركونه. ربنا يعمل اللي فيه الخير ان شاء الله. في الاجازه الجايه اكون عملت حسابي. ولا مش دلوقتي، ما انت لسه قايل بعضمه لسانك اننا محتاجينها. لسه قايل لك الصبر يا بدريه، عايزانا نجيب شقه ونعزم فيها ناس في الاجازه القصيره دي. لا بس المره دي اشترينا، واحنا مسافرين حد بيوضب، نرجع نستلم المفتاح. واللي هيوضب ده هيوضب على مزاجه. يا بدريه ده انت ما بيعجبكيش العجب. يا سيدي لما نرجع وندخلها لو ما عجبتناش نبقى نبيعها. احمد. اخوك فتحي. مين؟ اخوك فتحي. اخوك فتحي. ما تتريقش عليا يا احمد، وقوم شوف اخوك عايز ايه. طب سالت تشرب ايه؟ طبعا انا اعرف الاصول كويس قوي، واعمل الواجب لو على عيني. خرابي على عيني وجمال عيني. طب انت مش عايز مني حاجه كده قد كده؟ روح شوف اخوك بقى. خد يا عم احمد توكيل رسمي عام مني ليك. اعمل بيه التوكيل ده؟ ما هو مش معقول لما اكون عايز اخلص شغل في مصر انزل من السعوديه عمال على بطال. يبقى ضروري يا احمد يكون في واحد انا بستامنه معاه توكيل مني عشان يخلص لي اي شغل في مصر. طب يا سيدي انا اخلص لك اللي انت عايزه من غير توكيل. يا احمد يا حبيبي المصلحه اللي انا عايزها محتاجه توكيل. هي ايه المصلحه دي يا فتحي؟ عايزك تشتري لي شقه وتشطبها لي من مجاميعه، نقاشه، نجاره، سباكه، يعني سلمها لي على المفتاح. ايه يا احمد؟ بتفكر في ايه؟ انا هفكر في ايه؟ ليكن طبعا يا فتحي. يبقى توكلنا على الله. الله يبارك الله. امسك. ليه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ اخلص الحاجه اللي انا بعملها وبعدين ابقى اتكلم في فلوس. كام دول؟ 5000 ريال ومعينهم قبل ما دريه تطلع. مدريه؟ هي جت معاكم ولا هي فين؟ تحت في محل العطاره بشتري شويه حاجات. بلوشي طبعا. هي جت اهي، عيني فلوس وانا افتح لها. روح انت. طب اشي ليش؟